السلام عليكم، انا شفت ازاي نضيف لاند اريا في برنامج الانفرا ووركس. فهاجي هنا هقول له لاند اريا وابدا اختار الارضيه اللي انا عايزها بالشكل دوت. خلي بالنا هنا في ارتفاعات، هنشوف هتعامل معاها ازاي. هدوس مرتين لما اكون خلصت الشكل بتاعي، تمام. هو بدا ياخد نفس الارتفاعات. اقدر اجي هنا اعمل سيلكت واغير الارتفاعات، يعني خلينا مثلا اجي هنا وهنا الاحمر دوت، المكعب الاحمر ده بيعمل لي زي موف الشكل، و القمع دوت بيخليني اغير الارتفاع، هطلع من الارتفاع كده. فالشكل ده هيتغير الارتفاع بتاعه وبرده الارضيه اللي حواليه، هو اصبح كان في جزء من الارضيه واخده ماتيريال مختلف. اقول له ارتفاع كده. طيب لو انا عايز اغير الماتيريال ديت هقول له مانوال ستايل، واجي هنا واروح اختار اي ستايل تاني، هتطلع معايا بالشكل دوت. خلي بالك هو واخد نفس التكمله اللي ارتفعت تاني. ممكن اقول له انا عايز اعمل مانوال جريدنج بالشكل دوت، وابدا اختار شكل جريدنج معين واديكم مثلا بالشكل دوت. هتلاقي في جريدنج حواليه الشكل بتاعي. ممكن تيجي كده تقدر تغير، تقدر تنزل لو انت حابب تغير الارتفاع تحت بالشكل ده.